طيب أول شيء بارك الله فيكم وأننا نهنئكم بما أكرمكم الله سبحانه وتعالى به من اختصاصكم بهذه الضيافة الربانية وهذه الزيارة الإيمانية، فأنتم ضيوف الرحمن وأنتم وفد الملك الديان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، الحجاج والعمار وفد الله، إن سألوه أعطاه، وإن دعوه أجابه، وإن استغفروا غفر لهم، والذي نفس أبي القاسم بيده ما كبر مكبر ولا أهل مهل إلا أهل ما بين يديه وكبر حتى ينقطع به الثرى. فأول ما يتعين على الحاج والحاجة أن يذكر مبنى نعمة الله عز وجل عليهما بهذا الاصطفاء، بهذه الزيارة، بهذه أو بهذا الاختصاص. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: الحج أخلاقه حتى، وشعار هذه القافلة أخلاق الناس قبل فقه المناسك. ما أكثر سؤال الحجيج عن أحكام المناسك وأقل انشغالهم وما أقل انشغالهم بأخلاق الناس. الذي يتعين على الحاج أن يعلم أن الحج أخلاق، أن الحج آداب، أن الحج سلوك، أن الحج قيم، أن الحج تربية وتأديب وتقويم وتهذيب، حديث القرآن الكريم، حديث سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الحج حديث عن أخلاق، حديث عن قيم، حديث عن سلوك. الله سبحانه وتعالى قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الحج الذي عنده محطة تغفر فيها الذنوب وتستر فيها العيوب ويضاع فيها عذاب الغيوب، لم يذكر فيها عرفة ولا منى ولا رمي جمرة ولا طواف ولا سعي. قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فلذلك يتعين على الحاج أن يوطن نفسه على مكارم الأخلاق، على محاسن الصفات، على جليل الخصال، حتى يعود من حجه أو يعود من هذه الرحلة من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والذي ينبغي أن يوطن الإنسان نفسه عليه قبل الحج من الأخلاق نذكر بعضها: خلق الإخلاص، لأن الحج عبادة، والله عز وجل لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. هو عز وجل الذي قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فقال: لبيك اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. تطلبون الحج مغفرة للذنوب وتطهيرا من السيئات وتكفيرا عن الآثام، هذا هو. لا تطلبون الحج تفاخرا ولا تباهيا، لا مصانعة للأقران والأفراد وما إلى ذلك. الحاج يطلب الحاج، الحج يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا يتحدي ذلك، ينبغي على الإنسان أن يصحح قصده وأن يوطن قلبه على نية سليمة. قال الإمام القرافي: النية قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله، ما يريده بفعله. رايح دير الحج باش راح دير مزية في ربي، ولا راح دير مزية في وحده، رايح تحج نفسك أنت. ولذلك الإنسان مهما واجهه في هذه الرحلة من التعب والنصب والشقاء والضنك يبقى حامدا لله، شاكرا لله، مثنيا على الله بجميل نعمه وآلائه، ومن أخصها نعمة الاصطفاء ونعمة الضيافة، وأين فيما هو من وحي فيما من رسالة.
الرسالة في جوار الكعبة الشريفة في رحاب المسجد الحرام. بعد ذلك غسل الحرام، غسل الحرام نغتسل في مرشاد تعنا في الفندق، في الفندق. طيب غسل الحرام كغسل الجمعة كغسل العيد، لكن ننوي به الحرام، ننوي به الحرام. طيب قد يقول قائل لماذا نغتسل في الميقات؟ العالم أن مرشات الميقات في الموسم، في موسم الحج تكون مزدحمة للغاية لكثرة الحجيج، والعادة أيضا أنها غير نظيفة، غير نظيفة، لأنه اللي اغتسل قبلك يخلي لكل اجتماع، لأنه نعرف بعضنا اللي يحضر. طيب لو شرحت ينظف لك الدوش باش تجي انت تغتسل. لذلك ننصح، ننصح الحجاج بالاغتسال في الفندق، بالاغتسال في الفندق، الانسان يغتسل في الفندق، ثم باش ما يتاخرش وما يتاخرش هو وما يتاخرش الرحله تاعو اللي امامها مسيره طويله، يغتسل الانسان في الفندق. بعد الغسل النساء يلبسن حجاب التحم العالي، لان احرام المراه في وجهها وكفيها حجاب عالي، ماشي تلبس الحجاب وتدي حجاب اخر ابيض باش تلبسه في الميقات كما يفعل كما يفعل الشيعيات. هذا اللباس الابيض للحج هذا تاع الشيعه، شعار النساء تاعهم يلبسون الاسود، بس في الحج يبدلوا يلبسون الابيض، احنا نلبسوا الحجاب تاعنا ابيض ازرق احمر اخضر كيما كان نبقاو عليه. واضح الصوره؟ المرأة تلبس اللباس تاعها العادي والحاج يتجرد من المحيط والنخي كما خلقه الله كما ولدته أمه، ولا يلبس إلا إزار والدة، يلبس المناشف، واش تقولوا هنا مناشف ولا سلاب ولا فضار واش تقولوا؟ مناشف. طيب يلبس المناشف وحدة يجعلها إزار على الجزء الأسفل ويبقيها فوق صورته، لا تحت الصورة، لأن الصورة من العورة، وما تحت الصورة من العورة، وعورة الرجل من صورته إلى ركبته. وكثير من الحجاج يخطئون فتجد إزاره تحت صورته، والأخرى يجعلها على الكتفين ويستر بها ظهره وكتفيه وصدره. الإحرام موش تعبي، التجرد موش تعبي، التجرد يتجرد من المحيط والمخيط، لكن يبقى الإنسان نصفه. أما كشف الصدر، كشف الصدر أو الظهر، كل واحد يجعل النشفة تاعو كيما الكاشي على رقبته، صدره مكشوف وظهره، هذا من قلة الديانة ومن قلة الأخلاق، من قلة الديانة ومن قلة التربية، باش يكون الصورة، وإلا الإنسان يستر نفسه، يستر نفسه لهذه الديانة بالخلق والصحة بكل شيء جميع الجوانب. طيب الحجاج يلبسوا لباس الإحرام تاعهم، يذهبوا في حافلة متجهين إلى الميقات، إلى ميقات ذي الحليفة، مازال مازال من استعجل الشيء قبل مواله عوقب بحرمانه. طيب كي نوصلوا نتكلموا عن الاختلاع هذا مازال. طيب تركب الحجاج متجهين إلى ميقات ذي الحليفة الذي يبعد عن المدينة بمسافة قدرها 11 كيلو، 11 كيلو، وصلوا للميقات، ينزلوا الحجاج، يدخلوا للمسجد، يصليوا ركعتين إحرام، يقرأوا في الركعة الأولى بسورة الفاتحة وسورة الكافرون، الركعة الثانية بسورة الفاتحة وسورة الإخلاص، واللي ما يحفظهمش يقرأ بما شاء، إذا جاء نصر الله يقرأ بها، وإذا تحفظ الحجة قل أعوذ برب الناس تقرأ بها، ولا حرج في ذلك. بعد ما يدعو الحجاج الحافلات تاعهم يحرمون يعقدون نية الإحرام، لأن الإحرام ليس هو التجرد، جميعهم يعرف الإحرام هو التجرد، هو الإنسان يحمل حوايجه ويحمل ملابس تاعه ويلبس النشر، هذا مو إحرام، هذا يسمى التجرد، هذا واجب من واجبات الإحرام، إذا تركه الإنسان لزمه أن يرد، لزمه أن، أما حقيقة الإحرام وكل الإحرام وماهية الإحرام حقيقة الركن فهي نية الدخول في العبادة.
العبادة. قال العلماء نية أحد النسكين أو كليهما مقترنا بقول أو فعل. القول هو التنبية والفعل هو التجرد. بعد ما رجعنا للحافلة جلسنا في الحافلة قبل أن تنطلق الحافلة نعقد نية الإحرام في قلوبنا. اللي رايح يدخل بعمرة يدير ما ناس العمرة يخلصها ويتحلل منها ومن بعد في اليوم الثاني من الحجة يحرم بالحج. هذا يسميه المتمتع، هذا يسميه المتمتع، وهذه الصفة من الإحرام يحرم بها 97% من حجاج 97% من حجاج العالم الإسلامي يحرمون متمتعين. على مشكلتين، لأن التمتع سهل واحد ما فيش كلفة، ولأنه فيه الحج وفيه العمرة فهمناه فهمناه، ولأن بصح فيها يعني فيها ضريبة فيها فلوس. 97% من الحجاج يحرمون متمتعين. كاين واحد يدخل بالحج فقط، احنا في الجزائر عندنا بعض الناس تجنوا نزلوا اليوم يحرمون مفردين، هذا اذا وصل الى الميقات قال لبيك اللهم حجا، لكن يبقى باحرامه الى يوم العيد الى يوم النحر. واذا كان العباده احد احدى الاولى مثلا يعني راح اقول عليه فتره الاحرام، فتره الاحرام هذه راه قلنا شفتيها ما يستعمل العقول، ما يحشر، ما يحك، ما يقلل الاظافر، ما فيها محظورات الاحرام، فيها كلفه، فيها كلفه يعني تكلف الانسان ان يراقب نفسه وان ينتظرها وفي فيها امور. طيب ممكن واحد حب يدخل بالحج والعمره زنا بصح ماشي متمتع، يدخل الحج في العمره، يشرك بين الحج والعمره في عمل واحد، يحرم مرة واحدة للحج وللعمرة، يسعى سعيا واحدا للحج وللعمرة، للحج وللعمرة، هذا نسميه القارئ، هذا لما يوصل للميقات يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، وأيضا عنده هدي. إذا عندنا المتمتع يجي من العمرة يخلصها يتحلل منها ومن بعد يجي من الحج، هذا سميوه المتمتع عنده هدي. عندنا القارئ الذي يدخل الحج في العمرة يجمع بين الحج والعمرة في عمل واحد، هذا سميوه القارئ يلزمه هدي. وعندنا المفرد اللي يجي من الحج وحده، اللي يجي من الحج وحده هذا سميوه المفرد، هذا لا حج عليه، عفوا لا هدي عليه، لا هدي عليه. الإنسان إذا كان اختار نسك أو صفة التمتع هو الحافلة يقول لبيك اللهم عمرة، يدخل بالعمرة والله يقول اللهم إني نويت بعمرة فيسر هذه وتقبلها مني، والله يقول بالدرجة يا ربي راني نويت العمرة يسر هذه وتقبلها مني سهل عليه. طيب بعدها مباشرة يشبع في التنمية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هيا عبوها معايا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يلبي الحجاج من الميقات إلى مكة جماعة لأنه في الحافلة كاين مرة كبيرة وكاين شيخ كبير وكاين واحد مقراش كاين واحد ما يقراش التربية فيلبون جميعا، وهذا هو الأعوان لهم على إحيائهم وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى. يقطعون التربية يجددونها كلما تجدد بهم الحال بعد السحور بعد النزول عند ملاقاة الرفاق بعد الصلوات حتى يوصلوا المكة المكرمة. عندما يوصلوا المكة المكرمة يروحوا أول ما يذهبون إلى حجز غرفهم ووضع أمتعتهم وأخذ قسطين من الراحة ويأكلوا لمن الأشياء ويرتاحوا شوية ويجدوا الوضوء الأصغر ماشي حتى يوصلوا لصحن النظافة يقول له واحد الشيخ ولا غير ما توضيتش ومن بعد كيف بعد تخرج أنت تتوضأ وكذا هذا فوج هذا
عباد المسجد يقطعون التنبية يأتون بدعاء دخول المسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. دخلوا إلى المسجد الحرام، ماذا يفعلون؟ يصلون تحية المسجد، لا يصلون تحية المسجد، تحية المسجد الحرام هي الطواف. المسجد هذا بينا شريفا وتكريما ومهابة وتعظيما، المسجد يا ربي أكثره ممن حجه واعتبره مهابة وتشريفا وتكريما وتعظيما، ثم بعد ذلك يقصد إلى الطواف، يقصد إلى الطواف. وكان في استنتظار أن يحرم هذا الفوج التدريبي، ثم تبدلون وضعية الجلوس هذه، تفرغون هذا المطاف وتستقبلون به. طيب، كيف بعض الناس إذا خطت كبار
أول شوط، يبدأ الطواف من أول شوط. واحد، لأن الطواف في الصلاة، واحد اللي ينتقد عليه الوضوء في الصلاة، وش يدينا؟ يعاود العقوبة، يجي يعاود أخذ الطواف. طيب، عندنا آخر يستحفل يقول الشيخ قال ما تعودش، قال لك تكمل. أن الإنسان ساعة من الشرط التي ضعفها، كما الإنسان ساعة من الشرط التي صنعها، يبني دائماً على الأقل كما هو الشغل في الصلاة. إذا اخترط عليه الأمر ثلاثة أو أربعة خليهم ثلاثة ويجيب الرابعة. فهنا عبر شوية ويقرر المفروض. آخر يسأل فيقول مثلاً بأن شخص الإنسان يطول قامة الصلاة عليه، أقيم الصلاة الظهر العصر المغرب أي صلاة. يقول يقف في مكانه حيث وصل ويصلي مع الجماعة الصلاة المكتوبة، الصلاة التي أقيمت، وبعد سلام الإمام يشرع مباشرة بالطواف، فلا يشتغل بعد سلام الإمام بذكر ولا بدعاء ولا بصلاة جماعة، وإن اشتغل بذلك أعاد طوافه من جديد، أعاد طوافه من جديد. طيب، بعد إتمام الطواف سبعة أشواط، إذا تم إتمام الأشواط السبعة لركن الحجر الأسود، نصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. يقول نصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، مش معناتها نسقوا في المقام، لأن المقام راهو في المطاف، راهي الناس طوفوها، تصلي بعيدا عن المقام، جاعلا للمقام فيما بينك وبين البيت، فيما بينك وبين البيت. وإذا لم تجد مكان صلي في أي مكان شئت، تقرأ أو قبل الصلاة تعيد ستر الكتف الأيمن، تعيد ستره، تصلي ركعتين، تقرأ في الأولى بالفاتحة وسورة الكافرون، في الثانية بالفاتحة وسورة الإخلاص، واللي ما يحفظ هاتين السورتين يقرأ بما شاء، يقرأ وشئ. طيب، أتممنا الركعتين خلف مقام إبراهيم، نقف من بعيد قابلين الملتزم، والملتزم هو هذا المكان ما بين باب الكعبة وركن الحجر الأسود، وندعو بما شئنا من خير الدنيا والآخرة، لأنه يستحب افتراش هذا المكان بذراعين والصدر والخد الأيمن، هذا واحد ما يقدر يديرها. على الأقل من العيد ندعو الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك نشرب من ماء زمزم، وماء زمزم هو ماء مبارك، النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، وقال ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وكان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إذا شرب من ماء زمزم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، من كل داء. يدعو الإنسان كل مرة، يدعو بشيء، مرة يدعو بالصحة، مرة بالعافية، مرة بالصلاح الدنيا، مرة بالمغفرة، مرة بالبركة، مرة بالعلم، مرة بكذا، والله سبحانه وتعالى هو المجيب. ثم بعد ذلك نشرع في السعي، نذهب إلى المسعى. المستقبلين للكعبة الشريفة يقرؤون الآية الكريمة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويأتون ببعض الأذكار: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وإذا كان الإنسان قدر يزيد من الدعاء وحب يزيد يدعي له أن يدعو على الصفا وله أن يدعو على المروة. وإذا الإنسان ما يحفظش هذه الأذكار هذه يحاول يحفظها، وإذا ما حفظهاش ودعا بأذكار أخرى لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك الحاجة. ثم بعد ذلك نشرع في السعي، نشرع في السعي. طيب، بين الضوئين الأخضرين أو العلمين الأخضرين كاين سنة الهرولة. الهرولة هي ما بين المشي السريع والجري، ما بين المشي السريع و
الجري. طيب الهرولة سنة للصغار دون الكبار، للصحاح دون المرضى، للرجال دون النساء، لكن الإنسان إذا كان معاه يماه أيضا، والله زوجة تاعه، والله معاه بابا كبير، والله شيخ كبير، وشيء من هذا لا يهرول، ما يخليهش، ويقول له أنا نهرول وأنت روح تمشي، ومن بعد نتلاقاو ليه، لأنه بربي إن شاء الله ما يزيدش يبيع. فهمنا ولا لا؟ طيب كاين سنة الهرولة؟ بين هذه الصورة حتى يوصل الضوء الثاني حبس يكمل الى المرة، يقبلوه الى المرة بشر عندما نوصل الى المرة نستقبله بتاع الشريفة اللي استقبلناها عابصة، استقبلناها عابصة، ونأتي بتلك الأذكار آية كريمة ما نقراوهاش، إن الصفا والمروة تقراو على الصفا ولا تقراو على المروة، الأذكار يؤتى بها على الصفا يؤتى بها على المروة، الدعاء يؤتى به على الصفا ويؤتى به على المروة. طيب هذا بالنسبة لصفة السعي، نرجع الآن من الصفا إلى المروة شوط، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط ثاني، أمرنا لنا شوط، ولكن العلماء رجعوا نرجعوا على الشوط الثاني، ماشي كيما الطواف، الطواف من ركن الحجر الأسود إلى ركن الحجر الأسود، إلى ركن الحجر الأسود شوط، لكن السعي الذهاب شوط والرجوع شوط آخر، سبعة أشواط، وين نكملوهم؟ على الصفا ولا على المروة؟ سبعة مروة، وين نكملوه؟ الصفا ولا المروة؟ المروة، المروة ممكن نكملو في الصفا، واش معناتها؟ زايدة، معناتها كاين شوط ناقص ولا شوط زايد، وفي كل الأحوال لازم الحاج يرجع إلى المروة، فيتم الشوط إلى المروة. طيب يقول لي واحد واللي انتقض عليه الوضوء في السعي لا شيء عليه، اللي ينسى عدد الاشواط في السعي يبني على الاقل اللي اقيمت عليه في الصلاه يصلي ويكمل بعد الصلاه، متفاهمين؟ حتى نكملوا الاشواط السبعه في اثناء السعي، واش نقولوا؟ نذكر الله، نقرا القران، نسبح، نستغفر، نناجي الله تبارك وتعالى، كل ذلك جائز، والافضل هو الاكثار من الذكر، الافضل هو الاكثار من ذكر الله عز وجل. إذا كان كملنا السعي كملنا الركن الثالث من أركان العمرة، يبقى لنا الحلق أو التقصير. أنتم راكم متمتعين في العمرة قصروا، وفي الحج حلقوا، في الحج حلقوا، التقصير هو أن تعمم جميع الرأس بالتقصير، ماشي تاخذ من جهة واحدة، أحكمنا جهة واحدة على تقص منها، والله تقص من الجهة الأربع، لكن الجهة تاخذ كذا، تعمم الرأس كله بالتقصير، بالتقصير. الحاجات عندما ترجعوا للفندق كل واحدة تقص من شعر أختها قدر البلبولة، قدر تكون في أصبعها، قدر تكون في أصبعها، بس تجمع لها شعرها كامل وتقص منه قدر البلبولة. كي نديروا الحلق أو التقصير خلصنا مناسك العمرة، أتممناها. نغتسلون، ندوشون، نستعملوا العطور، نستعملوا الصابون، قلموا الاظافر، كل شيء يحل، صار كل شيء حلال، تحللنا من عمرتنا، تحللنا من جميع المحظورات، من جميع محظورات الاحرام. فهمنا يا جماعه ولا لا؟ طيب، يبقى الانسان يحرص على الصلاه في المسجد الحرام، لان الصلاه في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاه، صلاه واحده في المسجد الحرام تعدل ما صليته لخمسة وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين يوم، صلاة واحدة، صلوات الخمس تعدل واحد تعدل أزيادة مما صلاه الإنسان في 270 سنة، في 270 سنة، لذلك الإنسان يحرص على ألا تفوته صلاة في المسجد الحرام، في المسجد الحرام. قبل يوم الثامن من الحجة نروحوا مع المرشدين تاعنا، مع المرافقين تاعنا، نروحوا نشريوا الهدي. وين نروحوا نشريوا الهدي؟ ماشي نروحوا للسوق الماشية، نروحوا للبنك، والله للبريد، للبنكة، والله للبوسطة، نشريوا الهدي تاعنا. واش هي الجهات؟ كاين جهات خمسة، كاين البريد السعودي، كاين بنك التنمية الإسلامية، كاين مصرف الراجحي، وكاين مصرف العمودي، كان جمعية هذه الحاج والمعتمد،
واكثر الحجاج يشريوا من البلد السعودي، لانه تلقاو دي كيوسك اكشاك في شوارع مكه تبيع الهدي، تروح مع المرشد وتشري الهدي في تلك الاماكن. اذا كان الوكاله عندها تنظيم خاص، بمعنى هي اللي تشري الهدي للحجاج تاعها، فما تبقى العلاقه تاعكم مع الوكاله، هما اللي يشريوا لكم بطبيعه الحال، يشريوا لكم بصورتكم. واش هذا كان قلت يشريوكم، يعني ديروا في بالكم اللي يقراكم يا من على ظهر الوكاله، هذا ما يشري لك بدراهمك، شكون نفسه. الهدي ب 475 ريال، 475 ريال، باش تكون في الصوره واضحه. تلقى بعض الناس يجيبكم في الفنادق يقول لك احنا نبيعوا الهدي، يعطيك واحد البونص ويسكنوا، يقول لك نبيعوا الهدي ب 200 ريال، هذا ما تشريوش عليه. هذا يكتب عليكم، ينصب عليكم، يشري عليكم 1000 هدي ويذبح 10. فهمنا هو انت ذمتك لا تبرأ الا بتحري الجهه الرسميه. طيب يوم الثامن من ذي الحجه نبدا الحج. الحج يا جماعه فيه 6 ايام. كل يوم عنده برنامج عمل، كل يوم عندنا واش نديروا فيه. اليوم الثامن من ذي الحجه واش نسموه؟ الترويه. يوم الترويه. الترويه، يوم 9. وقف عرفة. عرفة. عرفة يوم 10. يا رمي الجمرات. يوم النحر، يوم العيد. 11 12 13. شريف. أيام تشريف تبع معايا، نبداو من يوم التروية. يوم التروية الصباح راكم في مكة. بعد صلاة الصبح ديروا غسل الإحرام كما درتوا غسل العمرة. كما درتوا غسل الإحرام والعمرة. غسل عادي. بعد الغسل النساء يلبسوا الحجابات تاعهم عالي، إحرام المرأة في وجهها وكفيها. الرجال ما يعاودوش يلبسوا الاحرام الملابس تاعهم، يلبسوا لباس الاحرام. ويتجردون من المحيط والمخيط، يلبسوا لباس الاحرام الازار والرداء. طيب بعد ما لبسوا لباس الاحرام بعد شروق الشمس في مكه المكرمه في الفندق داخل الغرفه تصلي ركعتي الاحرام. تقرا في الركعه الاولى بالفاتحه والكافرون، في الثانيه بالفاتحه والاخلاص، والى ما تحفظون شرعه لبشر. بعدها مباشرة وانت مستقبل القبلة تقول لبيك اللهم وشوا حجا، الآن بدأت أعمال الحج. بعدها تنزلوا، اللي حاب يروح مع البعثة، الناس اللي رايحين مع البعثة، البعثة الجزائرية تاخذ الحجاج نتاعها إلى عرفة مباشرة، من أمام الفندق إلى باب الخيمة في عرفة. تنظيمكم في الوكالة إلى عرفة. طيب اللي رايحين مع الوكالة، وكالة مديحة، ولا رايحين مع البعثة اللي هي الديوان، هذو يروحوا مباشرة من أمام الفندق، يجيبوا لكم حافلات جايبة لك زينة عالية مكيفة كليماتيزي، من باب الفندق إلى باب الخيمة في مكة، عفوا في عرفة. اللي حاب يروح يدير سنة المبيت في مينا يوم التروية، سواء كان مع الوكالة ولا مع البعثة. هذا يروح بدراهمه، يروح بسوارده، ويروح على حسابه الخاص، يلقى المخيمات مفتوحة في مين، المخيمات الجزائرية يلقاها مفتوحة، يصلي الظهر ركعتين، المغرب العشاء العصر ركعتين، المغرب ثلاثة، العشاء ركعتين، ويصلي الصبح ويكمل المسير إلى عرفة. والمسافة من مكة إلى مين 5 كيلو، اما من منى الى عرفه 16 كيلو، باش دير في حسابك يعني 16 كيلو. هذا برنامج العمل يوم عرفه، عفوا يوم الترويه، يوم 8 ذي الحجه. اغتسلنا، لبسنا لباس الاحرام، صلينا ركعتين الاحرام، احرمنا للحج، مشينا من مكه، فينا لانشاء عرفه مع البعثه مع الوكاله، فينا لانشاء الى اللي قاعد في مينا صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، النهار الصبح يوم عرفه بعد صلاه الصبح يمشي من مينا الى عرفه. طيب يوم عرفه هو يوم عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفه، والله عز وجل يباهي بكم ملائكته الكرام، فيقول انظروا يا ملائكتي لعبادي اتوني شعثا غبرا على كل غامر ومن كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخشون عذابي، اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم، اني قد غفرت لهم. طيب وش نديروا في يوم عرفه؟
يوم عرفه نبقاو في الخيم تاعنا، ما نروحوش المسجد نميره، صليوا في الخيمه تاعكم، يصلوا بكم الائمه اللي يروحوا معاكم منا من الجزائر، وما يديروا لكم خطبه عرفه، وما يديروا لكم كلش. طيب ما نروحوش المسجد نميره، ما نروحوش الجبل الاحمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اقف هنا وعرفه كلها موقف. نبقاو داخل الخيم تاعنا بصح ماشي نبقاو راجلين. وقبيل شفتوا واحد فيديو هذا، واش شفتوا الحجاج في عرفه؟ شفتوهم ولا لا؟ واش شفتوهم يديروا؟ كيف؟ راقدين يشيخوا. يشيخوا. ارجو انكم انتم ما تقعدوش راقدين، انتم تذكروا تدعيوا تستغفروا تناجيوا ربي سبحانه وتعالى، تتضرعوا تتذللوا الى عز وجل. ماشي شرط الانسان يكون يحفظ الدعاء في العلم في قلبه، يا ربي انا عبدك الضعيف، انا عبدك الفقير، انا عبدك المسكين، انا عبدك المذنب، انا عبدك العاصي، انا عبدك الملصق بالذنوب والسيئات، جئتك من بلاد بعيده بذنوب كثير كثيره، لا يغفر الذنوب الا انت، لا تجعلني من المحرومين، لا تجعلني من المطرودين. يبقى الانسان يدعي عما يوصل الزوال. تستمعون الى خطبه عرفه في الخيام، بعدها تصلون الظهر والعصر جماعه، صلوا بكم ائمتكم الظهر ركعتين وبعده العصر مباشره، صلوها جمعا وتقديم، جمعا وقصرا، جمعا تقديم، جمع تقديم. بعدها تبقوا داخل الخيم تذكرون تسبحون تستغفرون تدعون تناجون الله سبحانه وتعالى الى الغروب. قبل الغروب يجيبوا المرشدين، وش يردوا؟ يردوا الناس المرضى، الناس العجزة، الناس الكبار، الناس اللي ما يقدروش يركبوهم في الحافلات. والشباب لا يبارك هما بزاف، انا نشوف قدامي كلهم شباب. طيب الناس اللي قادرين وصحاح وكذا هذوك بربي ان شاء الله يروحوا عليه يردوا دحي، والواحد عنده يردوا يروح عليه. طيب يكملوا المسير الى بعد الغروب، ننصرفوا من عرفه الى مزدلفه، ننزل بمزدلفه نصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا جمعة الخير، نصليو المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين، ونجمعوا 70 حصاة، عبد المنعم 70 حصاة. طيب لا نجمعوا 70 حصاة لأنه ما عندناش مكان آخر نجمعوا منه، ما نقولش راح نجمع في مينا، لأنه مينا تاع دركا ماشي تاع بكري، تاع دركا الشوارع ومصطفى والطرق معبدة، ما كان في حصاة. لذلك كل حصاة نجمعه من مزدلفة، صلينا جمعنا الحصاة كملنا فتحنا شوية مركب المسير إلى مينا. واللي حب يبات في مزدلفة يقول أنا نبات في مزدلفة، المبيت في مزدلفة ليس واجبا، لكن واحد حب يبات وحتى يصلي الصبح باش يمشي له أنه يقدر يبات. صح الحافلات ما تبقاش، الحافلات تمشي باش نكونوا في صورة. نوصلوا إلى مينا، مينا هذه مكان ضيق، هذه بقعة جغرافية محدودة محصورة، هي ما تزيدش وعدد الحجاج يزيد. واش يخلق من مشكلة؟ اكسيدات. مشكلة الازدحام. مشكلة الازدحام. ونقول معكم صراحة، في مينا ما تلقاوش راحتكم. إذا تحاولوا تلقى راحتك في مينا، راك ما راحتك الإيمانية ما كاينة. راحتك الإيمانية فين؟ إذا كان كبير بحواسك، وقدرت تستوعب أحوالك، قدرت تتحمل الناس يحشروك، تقعد ولا تمشي شويتين، تقدر تقعد على جنب واحد برك، لأنه مكان ضيق. المربع الجزائري في مينا تاع الوكالة تاع الديوان تاع كلش، هذا يستوعب فقط 27,000. يا أخي راني قلتها لكم هنا باش من بعد ما تقولوش ما على بالناش، ما سمعناش، ما شفناش. من هنا المربع هذا إلى 27,000، حنا شحال هذا أنا نحب يوليو 40,000، عندك 13,000 لازم تتحشر معاك في المخيم، وما تقولش لواحد رانا كومبلي، رانا كومبلي وين يروحوا؟ هذا هو تسعة الحج فيما انت. لذلك إذا كان المكان هذا ما يكفيش باش نردو، يبقى ما نردوش، بصح نبقاو فوق، نبقاو في خيمة اللي ما تزيد. الإنسان حاج يجي داخل الخيمة ويقول له لا، ما كاينش
الاسلام. انا نسلك كيف انت نسلك كيف يدخلوا لهم الخيم. الحجاج اللي واقفين تشوفوهم مرميين في الطرقات، مرميين في الشوارع. هذا ماشي ماشي لانهم تحت خليهم، هذا لانهم خاوتهم داخل الخيم ما قبلوهمش. مين يجي حاج داخل؟ انا خيمة فرضي وعباد. لا 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 قبلي قبلي ما كانش هذا انتوا ما تخرجوش تخرجوه وهو تسلم الحج ديما تنوبه وين يروح؟ عنده درجة الحرارة من فوق 60 وتحتو البدرون اللي شاعلة النار شاعلة فيه من فوق ومن تحت وين يروح؟ لا كان أولاد يقول لخويا لا تتحسش فيا وعد في بلاصة عادية. تزوج إذا كان فضل الأمر ما بدأ لازم واحد قال خلي يخرج يقعد معاك. إذا كان فضل الأمر أنك ما تخدش الجديد ما تسددوش وخلي يخرج يقعد معاك. يخرج يتحرك في الشمس كاين تراحم فين اذا كاين تزاحم مع التراحم طيب في مين واش نديرو نروحو مع المرشدين نتاعنا نروح من هي شيخ عبد العالي نروح من هي في مين نمشيو مع المرشدين نتاعنا نجيو من هي نجيو من الجهه من هي نمشيو مع المرشدين نتاعنا يديونا لرمي جمرة العقبة الكبرى هذه هي جمرة العقبة عكستونا الجمرة طيب معي نمشيو مع المرشدين نعديو على جمرة العقبة الصغرى ما نرميوهاش يوم العيد نوصلوا جمرة العقبة الوسطى ما نرميوهاش نوصلوا جمرة العقبة الكبرى هذه نرميوها بسبع حصيات نسمي ونكبر نعمل بحصار استهلاك الله بعد ما كملنا الرمي بس جيو على يمين الجمره استقبلوا القبله القبله ما تكون في هذا الاتجاه طيب نستقبل القبله على يمين الجمره وندعو الله سبحانه وتعالى في نشرنا في خير الدنيا والاخره بعد ما رمينا جمره العقبه سبعة إذن عندنا المتعجل يرمي يوم العيد
ويومين من أيام التشريق، يرمي 49 حصرة، 7 يوم العيد، 21 أول أيام التشريق، 21 ثاني أيام التشريق، 21 زائد 21 42 والسبعة يوم العيد 49. هذا المتعجل. المتأخر يرمي 7 يوم العيد و 21 21 21 3 أيام التشريق، يرمي 70 حصرة. بعدها الناس كاع يرجعوا إلى مكة المكرمة. وش يديروا في مكة المكرمة؟ يديروا طواف الإفاضة. طواف الإفاضة كيما طواف العمرة، 7 أشواط حول البيت من ركن الحجر الأسود إلى ركن الحجر الأسود. بعدهم الإنسان يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. بعدهم يدعي مقابل الملتزم كيما طواف العمرة. كاين حاجة واحدة بك تختلف، اللي كان هذي نعرف باللي كان يتبع صح. السعي ما كان السعي كاين؟ اللباس. شكرا. لانه طواف العمره درتوه بالاحرام، بصح طواف الافاضه ديروه بالقدوره تاعك لانك تحللت. غير الناس اللي يديروه يوم العيد، يروحوا من جسم جمرات مباشره، هذوك يديروه بالاحرام. اما اللي يديروه بعد ايام التشريق، هذو يديروا طواف الافاضه بالقدوره تاعهم. طيب بعد طواف الافاضه واش نديروا؟ ديروا السعي بين الصفا والمروه. يقول لي واحد انا درنا السعي، السعي اللي ولدته تاع العمره والسعي تاع الحج وينو؟ ديروا بعد طواف الافاضه. السعي والحج كسعي العمره، 7 اشواط من الصفا الى المروه شوط، ومن المروه الى الصفا شوط ثاني، 7 اشواط. طيب ديروا باللباس تاعنا، اللباس تاعنا. خلصنا السعي تاعنا، كملنا الحج تاعنا. واش بقى لنا في مكه؟ يومين، ثلاث ايام، خمس ايام، سمانه، نحرصوا على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الحرام. وحتى يقولوا لنا اليوم إن شاء الله تروحوا قبل المغادرة بربع سوايع ولا خمسة، نروحوا نديروا طواف الوداع. طواف الوداع كيما طواف العمرة كيما طواف الحج، 7 أشواط ديرهم بلباس ماشي بلباس الإحرام، 7 أشواط من ركن الحجر الأسود إلى ركن الحجر الأسود، 7 أشواط. خلصت 7 أشواط، صلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. خلصت الركعتين تدعو بمقابل الملتزم وتسأل الله عز وجل أن يتقبل منك زيارة بيته الحرام وأن يرزقك زيارتها في كل عام، وتخرج راجع أهلك إن شاء الله عز وجل بأجر وغنيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا مبرورا. أسأل الله عز وجل لكم أن تعودوا إلى أهلكم سالمين غانمين بأجر وغنيمة. أسأل الله عز وجل أن يرزقكم في هذه الرحلة التوفيق والسداد والهدى والرشاد. أسأل الله عز وجل أن ييسر لكم أداء مناسككم وأن يتقبلها منكم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.